لقد خطت عمان خطوات عملاقة في مجال التعليم خلال 41 عاماً من عمر النهضة المباركة التي قادها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. وتبوأ التعليم العالي خلالها مكانة مرموقة بين الأمم، حيث تم بناء صروح تعليمية يفخر بها أبناء عمان. ولعل كلية عمان البحرية الدولية بوصفها إحدى مؤسسات التعليم العالي هي صرح من صروح هذه النهضة المباركة. تقدم كلية عمان البحرية الدولية خدماتها التعليمية المتخصصة مشاركة بين حكومة سلطنة عمان ومجموعة STC ومقرها روتردام في مملكة هولندا، وهي التي تتمتع بالخبرة العالمية في مجالات الشحن وإدارة الموانئ والنقل والخدمات المساندة لأنشطة النقل البحري، بالإضافة إلى قطاعات الكيماويات والنفط والغاز. أسست كلية عمان البحرية الدولية في 24 من إبريل من عام 2005 للميلاد، وفي 15 من نوفمبر من نفس العام تم وضع حجر الأساس للمباني الدائمة للكلية بولاية صحار، وتم استقبال أول دفعة من طلاب السنة التأسيسية في سبتمبر من عام 2006 في مقر مؤقت بالقرب من مطار مسقط الدولي، وانتقلت الدراسة في المبنى الجديد بولاية صحار في سبتمبر من عام 2010 للميلاد. لقد تم تصميم المبنى الجديد بحيث يتناسب مع المعايير الوطنية والعالمية لاحتضان الطلاب الدارسين من مختلف دول العالم، وتبلغ المساحة الإجمالية لحرم الكلية حوالي 81 ألف متر مربع، وتبلغ مساحة البناء منها أكثر من 27 ألف متر مربع. ويتألف مبنى الكلية الجديد من ثلاثة مبان أساسية هي المبنى الرئيسي، ويشتمل على قسم استقبال ومكتبة وقسمي شؤون الطلاب والقبول والتسجيل ومسرح يتسع لحوالي 400 شخص، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية. ويحتوي المبنى الثاني على عدة أجهزة محاكاة مثل محاكي غرفة قيادة السفن ومحاكي غرفة المحركات ومحاكي عمليات الشحن وإدارة الموانئ، بالإضافة إلى عدة أجهزة محاكاة تعتبر فريدة من نوعها في المنطقة لتدريب الطلاب على مختلف التخصصات التي تدرس في الكلية. أما المبنى الثالث فيتكون من مختبرات وورش عمل مجهزة بكافة الأجهزة والوسائل التعليمية الحديثة. كما يشتمل المبنى الجديد للكلية على مطعم يتسع لحوالي 360 شخصاً، بالإضافة إلى مبنى رياضي يتألف من صالة رياضية متكاملة تحتوي على ملاعب لكرة الطائرة وكرة اليد والسلة والجمباز وحوض للسباحة. وعلى مقربة من المبنى الرئيسي للكلية توجد مساكن للطلاب مكونة من غرف مفردة ومزدوجة وقاعات للتلفاز وأخرى للمراجعة والقراءة. وتنفرد الكلية في سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي بمنح برامج الدبلوم والبكالوريوس في تخصصات الملاحة البحرية والهندسة البحرية وإدارة الموانئ والشحن والنقل البحري، وكذلك في تقنيات عمليات التشغيل في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات بدراسة نظامية أو بدوام جزئي. كذلك تقدم الكلية دورات قصيرة دورية في المجالات البحرية وتقنيات التشغيل وإجراءات السلامة لكثير من منتسبي الشركات والمؤسسات الحكومية العاملة في مجالات الصناعات النفطية والغاز والبتروكيماويات.
وتهدف كلية عمان البحرية الدولية إلى إعداد خريجين للعمل في المجالات والقطاعات المذكورة من خلال اتباع أحدث أساليب التعليم التطبيقي فيما يتعلق في المناهج وتشجيع الابتكار في مجال التعليم وتنفيذ البرامج الدراسية في بيئة دراسية متطورة. جدير بالذكر أن عدد طلاب الكلية في العام الأكاديمي 2011 و2012 بلغ حوالي 850 طالباً وطالبة بدوام كامل وحوالي 270 طالباً بدوام جزئي، ليس من مواطني سلطنة عمان فحسب بل من مختلف دول العالم مثل قطر والبحرين واليمن والأردن ومصر وتونس وكازاخستان والهند وبنغلاديش ونيجيريا والكاميرون.